فنستمع معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله.
ملكوت كل شيء وهو يجير قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا فتعالى
فلا تجعلني في القوم الظالمين. فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإنا ولا نريك ما نعدهم لقادرون. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. صدق الله العظيم.